السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة اللي هي بيتزا كوفر. راح نديرها بطريقة بسيطة وسهلة وبعجينة غير مورقة. كما نعرفوا احنا البيتزا كوفر معظم الناس يخدموها بالعجينة مورقة او بات فيتي. اليوم حبيت نديرها بعجينة ماهيش مورقة ونديرها بطريقة جد بسيطة وتجي بزاف لذيذة. خلينا نمر طريقة تحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. عندي 400 غرام فارينة او ما يعادل 3 كيسان، الكاس اللي يرفد 200 مليلتر. عندي 160 غرام نتاع حليب دافي او ما يعادل كاس الى اصبع. عندي ايضا 150 غرام نتاع زيت او ما يعادل كاس الى اصبع. عندي ايضا لهنا ملعقه صغيره نتاع سكر، ملعقه صغيره نتاع قهوه ملح، ايضا ملعقه ونص نتاع خميرة فورية، ملعقة أيضا تاع خميرة كيميائية، وملعقة نتاع أكل خل أبيض. هذا بالنسبة للعجينة. خلينا نذكر مرة طريقة تحضير العجينة. نديرو لهنا 3 كيسان نتاع الفارينة، ملعقة نتاع السكر، ملعقة نتاع الخميرة، وملعقة نتاع الملح. كما قلت لكم هذه الملعقة الصغيرة تاع القهوة اللي كيلت بها السكر والخميرة والملح. لهنا عندي أيضا الزيت، نضيف بالتدريج ونبسس العجين تاعي، ومن بعد نبدا نضيف في الحليب. ممكن الحليب تدي لي الكميه كامل، ممكن اكثر ممكن اقل، ولكن انا في هذا الفيديو دالي هذه الكميه كامل. وفي الاخير ندير ملعقه نتاع الخل الابيض، لازم ديروها في الاخير، يعني لازم تتبعوا الخطوات. من بعد في بلون دي ترافاي نبدا ندلك شويه العجينه تاعي حتى ترطب لي كما راه موضح في الصوره. بالنسبه للحشوه نحتاج فيها زوج حبات نتاع البصل قطعتهم طرف صغار، وثلاث حبات نتاع الطماطم كما راكم تشوفوا فيهم، ايضا حيت لهم الزريعه وهذيك لاصوص وقطعتهم طرف صغار، وزوج سنه ثوم. نديرهم في مقله شويه زيت، نحط البصل تاعي هو والثوم يذبل شويه، نزيد ايضا معهم الملح حسب الرغبه ونخليهم. بعد ما ذبلت البصل تاعنا دوكا راح نديرو الطماطم، وراح نضيف التوابل. نضيف لهنا الفلفل الاحمر، نضيف كمون، ونضيف شويه فلفل اسود ما تكثروش لانه رانا درنا الفلفل الاحمر، ونخلطهم. كما نعرفوا احنا الطماطم كي تحب تطيب راه يطلق شويه الماء تاعها، نخليها طيب في عقلها. بعد ما طيبنا لاصوص ان شاء الله وينشف هذاك الماء، نطفي عليها ونكمل معكم كيفيه تشكيل بيتزا كوفر تاع نهار اليوم. لاصوص تاعي لهنا راهي طابت، شربت لي هذاك الماء كامل، نخليها تبرد مليح. الوقت لي لاصوص تاعي راهي تبرد نجيب العجينه تاعي. انا لهنا العجينه تاعي راهي ارتحت يعني اكثر من اللازم. حاولوا تبداو بلاصوص قبل ما تبداو في العجينه، لانه العجينه لهنا لازم ما تخمرناش. معليش انا لهنا واش راح ندير، نحاول نقسم العجينه الى نصفين. كما نعرفوا قلت لكم راهي بيتزا كوفر، ندير نص من تحت ونص من الفوق، هذه هي. والكميه الاخرى نخليها باش نديرها من الفوق. لهنا باش نفتح العجينه لازم ندير كيس بلاستيكي بهذا الشكل، ونبدا نفتح فيه العجينه ونغلق عليها لهنا من فوق الكيس باش تسهل علينا عمليه فتح العجينه. لهنا البلاطو تاعي نكون فرشته بالبابي دو كويسون. ممكن اللي ما عندوش بابي دو كويسون يدهن الزبده ويدهنها بشويه تاع فارينه. نبدا نفتحها بشكل دقيق ونديرها قيس البلاطو. البلاطو تاعي راهو 40 على 40، يعني ما نخدم لكم به. نفتحها ومن بعد نعطيكم كيفاش نحطها في البلاطو. لهنا واش راح ندير، نهز العجينه تاعي بعد ما فتحتها، يعني راهو عندي شويه ضيق هنايا في البلون دو ترافاي تاعي ولا وين نخدم، ونحاول نحطها. نحي الكيس، يعني كل واحد كيفاش يخدم، ونحاول ندورها ونحطها في البلاطو تاعي بكل
بسهولة ونعدلها. بعد ما فتحتها على البلاطو كامل راح نجيب لاصوص ونبدأ نضيف فيها بهذا الشكل، نضيفها على كامل البلاطو تاعي بالتساوي. لهنا عندي طن تاع الزيت، نحاول ندير بهذا الشكل، نحط يعني نعلم الحبات نتاعي اللي راح نديرهم. ونبدأ نضيف في الفرماج، بسم الله، يعني نحطهم فوق الطن باش من بعدها نقدر نعلم الحبات نتاعي كيفاش راهم. بهذا الشكل حتى نعلمهم كامل. لهنا راح نزيد نكمل الكمية الثانية تاع العجينة باش نغطي البيتزا تاعنا. كما قلت لكم بنفس الطريقة نفتحها ونحطها فوقها. يعني انتوما انا كعاد راني نصور شويه نلقى صعوبه وعندي شويه ضيق في المطبخ، ولكن انتوما حاولوا تسهلوا على روحكم العمليه. نفتحها بنفس الطريقه ونحطها فوق البيتزا تاعنا ونرجع لكم. دركا راني غطيت العجينه تاعي، واش راح ندير؟ عندي لهنا صفار بيضاء، زدت له شويه حليب. انا لهنا بالامانه درت زوج صفار بيض. راح نبدا ندهن الوجه نتاع البيتزا تاعنا. اذا كان عندكم شويه راح تلقاو شويه صعوبه كي تحطوا العجينه الفوقانيه هذه، ماهوش مشكل، حاولوا برك فيه ترقعوها. انا راني يعني جاتني شويه صعيبه، ولكن نتوما اللي لازم ترقعوها. هذه هي. انا دركا راح ندهن كامل الوجه ونرجع لكم. نبدا لهنا نقطعها، حاولوا تقطعوها كيما حطيتوا الطون، بسم الله، كيما قلت لكم كيما حطيتوا الطون حطيتوا الفرماج تاعكم بهذا الشكل. نزيد منا وراح نبدا نرشق فيهم الزيتون. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجه، نحطهم يطيبوا من التحت ونزيد نشعلهم من الفوق باش يحمروا ونرجع لكم. اذا البيتزا تاعي راهي طابت. انا لهنا نحيتها من البلاطو باش ما تتنداليش من السخانه، وبديت ننزع فيها، نحط فيها في صحن التقديم. شوفوا كيفاش طابت من التحت ما شاء الله. واش راح ندير دوكا؟ نخليها حتى تبرد ونعد لكم القوام تاعها. اذا وصلت لنهايه هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم راهي حاضره معنا في صحن التقديم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ورضاكم. درت لكم بيتزا كوفار بعجينه غير مورقه وعجينه جد بسيطه، المكونات تاعها ايضا موجوده في كل بيت. كما راكم تشوفوا كيفاش طابت من التحت ومن الفوق، وايضا البيتزا تاعي راهي مازالت سخونه. قد ما تبرد قد ما راح تعطينا قوام مقرمش. هذه هي، شوفوا هي كيفاش راهي دايره، خليوها تبرد. هذه هي. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جيم وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انتعي. ما بقى لي نقول لكم شهدكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.